مع دخول السنة الرابعة على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لدولة قطر، لم يبادر النظام في الدوحة بشكل جدي لإيجاد حل لأزمته، بل استمر باتباع نهجه الفوضوي في الدول العربية وتوظيف آلته الإعلامية للتحريض والإساءة. منذ اندلاع أزمته عام 2017 لم يبادر النظام القطري إلى حلها والقبول بالمطالب المشروعة، بل على العكس تماما زاد في تعنته ومكابرته، بل أن سلوكه العدائي لم يتغير، وأدلة كثيرة على ذلك، ومن أهمها استمرار بث الأكاذيب حول الدول الأربع عن طريق قنواته الإعلامية في محاولة مستمرة لتسليط الضوء على أزمته بزعم أنها ذات تأثير عالمي، في حين أنها لا تتعدى مقر الجزيرة في الدوحة. اتبع النظام في قطر منذ استيلاء الابن على حكم أبيه قبل حوالي ربع قرن سياسة شق الصف وزرع الفتن في أوساط المجتمعات العربية واستهداف مفهوم الدولة الوطنية من خلال دعم الجماعات المتطرفة وإيواء زعمائها المطلوبين قضائيا وتوفير المنابر الإعلامية لهم. سعت قطر بشكل دؤوب على تقويض الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وتنصلت عن أداء واجباتها كدولة أمام المجتمع الدولي، وحادت عن تنفيذ كل ما يتصل بالاتفاقات والقوانين الدولية عبر التمسك بمسار معاكس تماما للمسار الدولي في تقويض دور التنظيمات المصنفة إرهابيا. على مدى السنوات الماضية أعطيت قطر فرصا عديدة لتصحيح مسارها السياسي المتناقض تماما مع التوجه الخليجي، إلا أن نظام الدوحة يزيد إصرارا يوما بعد آخر في الابتعاد عن حاضنته الطبيعية والارتماء بمن يكن العداء لمنظومة المجلس، وهي مستمرة من خلال أذرعها الإعلامية في إلحاق الضرر بالشعوب وفي مقدمتهم الشعب القطري الذي تعيش بينهم اليوم أجسام غريبة من قادة الفكر المتطرف ومرتزقة الإعلام.